السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي جيجي. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم وصفة حلوة قوي. وصفتنا النهاردة بإذن الله بتنعم الشعر وكمان بتطول الشعر، وصفة تحفة جدا جدا وان شاء الله نتائجها حلوة قوي. الوصفة بتاعتنا النهاردة عبارة عن مكونين اتنين نتائجهم ممتازة ورائعة جدا. طبعا كل بنوتة بتحلم ان شعرها يبقى ناعم وطويل، ان شاء الله الوصفة دي هتحقق لك حلمك من وصفات مميزة قوي قوي. تابع الفيديو علشان تستفادي بالوصفات اللي احنا بنعملها ان شاء الله، وبيجيب نتيجة كويسة في وقت قصير جدا باذن الله. وما تنسيش حبيبة قلبي، لو انت اول مرة تدخلي تشوف القناة ما تنسيش تشتركي معايا في القناة وتفعلي زر الجرس علشان اشعارات القناة واشعارات الفيديوهات اللي انا بنزلها تنزلك ان شاء الله اول باول، وتكوني اول واحدة تشوفيها. وكمان لو عجبك الفيديو ما تنسيش تحطي لايك وتشيريه لكل اصحابك. هبدأ دلوقتي اعمل معاكم الوصفة. انا هحتاج النهاردة في الوصفة بتاعتنا دي معلقتين من النشا او الكورن فلاور، معلقتين كبار زي ما انتم شايفين كده. وكمان هحتاج معايا في الوصفة الجميلة دي جل الصبار او جل الالوفيرا زي ما بنسميه، وممكن كمان تستخدمي الصبار اللي احنا بنجيبه وبنطلع منه الجل اللي بيبقى موجود حوالين جوه النبتة. فانت لو عندك صبار عادي من اللي هو صبار اللي هو النبتة الزراعية هتفتحيها طبعا، وتخلي بالك كويس قوي عشان ما تجرحكيش لان بيبقى فيها شوك. وهناخد الجل الموجود فيها وهنضيفه على النشا بتاعنا ده. انا عندي هنا جايبة دي من الصيدلية، جميلة جدا جدا ومش غالية، يعني دي تقريبا كنت جايبها ب15 جنيه. فانا هحتاج معايا هنا 4 معالق من جل الالوفيرا او جل الصبار على معلقتين من النشا. اهم حاجة يا بنات استخدامك للوصفة يكون صح ويكون عشان تستفادي بيها ان شاء الله. انا هبدأ اضيف 4 معالق من النشا من جل الالوفيرا اهو بالشكل ده. عايزه اقولك ان انا ممكن اضيف مكون كمان، بس لو مش متوفر عندك ممكن تستكفي بجل الالوفيرا والنشا. ادي 3، اضيف كمان معلقه، وحاولي تكون المعالق اللي انت هتضيفيها كبيره يعني مليها على الاخر. شايفين انا ماليه ديت اهي صغننه بس مليها على الاخر. والمكون اللي انا هحطه بقى معايا النهاردة ده برضو تحفة جدا، لو مش موجود عندك ممكن تستبدليه باي نوع من الزيوت. انا هضيف النهاردة زيت الزيتون على الوصفة بتاعتي دي، هنضيف ما يعادل 3 أو 4 معالق حسب ما اشوف القوام بتاعي هيبقى عامل ازاي، وان شاء الله نتائج الوصفة دي تحفة جدا. انا هضيف زيت زيتون، ولو انت عندك زيت جوز الهند ينفع، زيت الخروع ينفع، زيت اللوز الحلو برضو ينفع، اي نوع من الزيوت ان شاء الله نتائجها حلوه قوي للوصفه بتاعتنا دي. هبدا اضيف دلوقتي زيت الزيتون تدريجيا، يعني انا مش هضيف كتير، هضيف واقلب عشان اشوف القوام معايا هيبقى ازاي. تمام، انا ضفت تقريبا دلوقتي 2 معالق كبار من زيت الزيتون على المكونات بتاعتي دي، وهبدأ اقلب بالشكل ده اهو. هنقلب النشا مع جل الصبار او جل الالوفيرا ومع زيت الزيتون، هيديني قوام كريمي هندهن بيه شعرنا. هتشوفي جمال شعرك، انا مش عارفه الكاميرا يعني موضحاها ولا ايه. شايفين القوام؟ انا هوريكم. شايفين كريم عامله زي الكريم بالظبط اهي اهي. دي الوصفه اللي انا هستخدمها، هقلبها كويس جدا كده عشان ايه امزج كل المكونات زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده اهو. كده انا الوصفة بتاعتي بقت جاهزة زي ما احنا شايفين كده، ودي الوصفة اللي انا هستخدمها. انا هوريكم الملمس كمان بتاعه، شايفين يعني زي الكريم بالضبط اهو، هندهن بيه شعرنا. شايفين انا حولت جل الالوفيرا والنشا لكريم، شايفين حلاوته وجماله.
ده غير ان ريحته جميلة قوي لما ضفت عليه زيت الزيتون، ريحته تحفة جدا جدا. اهم حاجة بقى يا حبايب قلبي في الوصفة بتاعتنا دي، ان انت تستخدميها صح، لان استخدامك صح للوصفة هو اللي بيديكي نتيجة كويسة قوي ان شاء الله، وبتمشي عليها بتخلي شعرك حرير وكمان بتطول الشعر. الوصفات الحلوة قوي قوي بجد، وجربيها وهتشوفي طريقة استخدامنا للوصفة ازاي. طبعا لازم نغسل شعرنا، لو انت حاطه كريم او حاطه زيت في شعرك لازم تغسليه كويس جدا، تنزلي اي زيوت او اي كريمات في الشعر، لان احنا هنستخدم الكريم الجميل بتاعنا ده زي ما انتم شايفين اهو. وطريقه استخدامه ان احنا بعد ما نغسل شعرنا هنبدا ننشف شعرنا كويس جدا بالمنشفه بتاعتنا، وهناخد الكريم ده وندهن شعرنا بيه من الارضيه الراس، ناخد كده وندهن أرضية الراس كويس جدا بالشكل ده، شايفين كريم اهو كريم، وهبدأ أدهن بيه كل جذور الشعر ولحد الأطراف كمان، هدهن بيها الشعر كله وهسيبه على الشعر من ساعتين أو 3 ساعات، كل ما سبتيه أكتر كل ما اديكي نتيجة كويسة قوي قوي. طيب انا لما اسيبه برضو على شعري مش هسيبه عريان كده، لا انا بحاول اغطيه بالكيس النايلون او بالغلاف الطعام اللي احنا بنغلف بيه الاطعمه اهو زي ده كده، هتلفيه على شعرك تقريبا 3 أو 4 لفات وهتسيبيه بقى على شعرك. ممكن تعمليه برضو من بالليل وتسيبيه، كل ما سيبناه اكتر اداكي نعومه جميله قوي ومغذي جدا جدا للشعر. الوصفه دي تحفه يا بنات ونتائجها جميله قوي قوي، وان شاء الله باذن الله بتدي نتيجه فعاله هتلاحظيها بنفسك من اول ما تستعمليها ان شاء الله. انا كمان هقولك دلوقتي على شويه نصايح يعني حابه اقول لكم عليها، الاكلات اللي بتغذي الشعر برضو لازم تاكلي الاكلات اللي فيها فيتامين الف وفيتامين ب، تاكلي اللحوم وتاكلي الفراخ، تاكلي المكسرات، في مكسرات اللي هي عين الجمل واللوز والفستق دي مغذيه جدا جدا، في بالفيتامينات اللي فيها مغذيه قوي قوي للشعر. اهم حاجه ان انتي يعني لازم تغذي جسمك، لان لو مغذيتيش جسمك بالفيتامينات المفيدة واللي بتغذي الجسم او البشرة وبتغذي الشعر، ولا يعني بصي مش هتستفادي باي حاجة بتعمليها. اهم حاجة بيقول الوقاية خير من العلاج، لازم تهتمي بنفسك وتشوفي ايه الفيتامين اللي ناقص في جسمك ولازم تهتمي وتاخديه، لان اهتمامك بالفيتامين اللي بيبقى ناقص في الجسم ده هو ده اللي بيساعدك على ان شعرك يطول، على ان بشرتك تتحسن، جسمك يبقى كويس ورشيق ان شاء الله. فلازم تهتمي كويس قوي بالفيتامينات المغذية والمفيدة للجسم والشعر والبشرة. الوصفة بتاعتنا سهلة وبسيطة، يا رب تستفادوا بيها ان شاء الله، اعملوها وان شاء الله باذن الله هتعجبكم قوي قوي، لان الوصفه دي بصي نتائجها بتبان على طول، بتنعم الشعر وبتفرد الشعر كمان مغذيه وبتطول الشعر. يا رب الوصفات اللي احنا بنقدمها على القناه يا بنات تعجبكم ان شاء الله وتكون نتائجها حلوه معاكم. حبيب قلبي مستنيه تعليقاتكم على الوصفه دي، اكتبولي في الكومنتات ارائكم واقتراحاتكم، واي فيديوهات واي وصفات انتم محتاجينها اكتبوها في التعليقات، وان شاء الله انا هرد عليكم وهعمل لكم الوصفات اللي انتم بتحبوها باذن الله. يا رب الوصفه تعجبكم واستفادوا بيها، ما تنسوش حبايب قلبي لايك وشير الفيديو لكل اصحابكم عشان كلكم تستفادوا، وكمان ما تنسوش تشيروا الفيديو لكل اصحابكم على الفيسبوك وجوجل بلس واتساب وانستجرام، وان شاء الله استنوني فيديوهات كتير ولايكات كتير لجيجي، وادخلوا زوروا الموقع بتاعي الجديد موقع جيجي كل حياتي، هسيب لكم اللينك تحت الفيديو ده ان شاء الله يعجبكم باذن الله، بنقدم فيه وصفات وفيديوهات جميله ووصفات كتابيه ان شاء الله باذن الله مفيده وفعاله، وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده مع جيجي كل حياتي.
لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على اشتراك أو سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، ولو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير عشان الكل يستفيد.